أبو أحمد من سجن بغداد مركزي؟ أبو أحمد؟ نعم، سجن بغداد المركزي بغداد. حياك الله أبو أحمد. نعم الله يسلمك. أسمعك أبو أحمد، تفضل. يعني إذا تشوفون التعذيب والسوء والأذية. ألو. يعني حقوق الإنسان، من يحكي على حقوق الإنسان، حقوق الإنسان الأستاذ. والله العظيم دا ياخذون اعترافات من العالم بالقوة. يعني لبسوه كيس براسه وخنقوه كتم تعذيب. يعني شو تريدي؟ يعني حتى لو هو حديد هم ينعوج وهم يحكي. ابو احمد ما حد اجاكم للسجن خلال هاي الفتره؟ ابد. لا 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 ابد ابد. يعني من المفترض انه حتى تكون عندكم شبكه وشكاوى الكترونيه المفروض دخلت الى السجون حتى تقدمون شكاويكم واهاليكم يقدموها بشكل مباشر. يعني حتى ملابسنا ادويتنا تجينا تنباز وتروح. والاكل؟ تشميس ماكو، اذيه، عذاب، يعني كلها هوسه وكلها فوضى. اكل ماكو، شرب ماكو. ما لنا علاقه بهاي الشيء. واحنا دعاوينا كل اخبار. انتو كم واحد حاليا المكان اللي تتكلم به ابو احمد، كم واحد به؟ والله يعني كل زنزان نصير حوالي 20 نفر زنزان. ما صار خلال هاي الفتره افراج لاي شخص من عندكم؟ ايش قد صار لكم؟ كم سنه بالضبط؟ ابد. حتى اللي يخلص ما يطلع. حتى اللي يخلص محكوميته ما يطلع؟ ما يطلع. ليش؟ ما اجراءات يقولون وما ادري شنو، يعني يطلع شهر شهرين وفوق محكوميته وما يطلع. طيب اشكرك ابو احمد.